المجتمع المصري مجتمع قمع، مجتمع فرعون، مجتمع يعيش على الماء اللي هو النيل، والحاكم هو موزع الماء. ولذلك لو تقرأ كتاب شخصية مصر، شخصية مصر، دكتور مصري متخصص بالجغرافيا السياسية، تكلم عن الوضع هذا اللي في مصر، الناشئ في مصر، وشلون انه فرعون ظاهرة في مصر، ظاهرة مصرية يعني، والمجتمع المصري تعايش مع هذه الظاهرة. ولذلك الفترات اللي عاشت فيها مصر فترات ديمقراطية أو ليبرالية أو مجالس نواب، فترة قصيرة جدا 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 يعني، بالقياس إلى تاريخ مصر اللي هو 7000 سنة. عرفت شلون؟ فالمجتمع المصري مجتمع قمع، ومجتمع البوليس فيه قوي، الأمن قوي، المباحث قوية، الرئيس طاغوت. صارت الثورة لأن الدوس كان وايد أكثر من اللازم، الدوس والجوع. أنا قاعد أقول لك الطغيان إذا زاد عن حده، وسوء توزيع الثروة إذا زاد عن حده، يخلي الناس تطلع من بيوتها وتعلن التمرد.